بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض دلوقتي باقي دروس المرجع التعليمي العربي لبرنامج أوتوديسك سيفل سيرجي إعداد مهندس أيمن محمد مندي. هنخش دلوقتي على الدرس بتاع النهاردة. الدرس ده بعنوان تعديل خصائص المسار، أو إزاي إن أنا أعمل alignment properties edit alignment properties. هنخش على البرنامج بتاعنا من قائمة tool space، هقول له setting. من المشروع هختار المشروع بتاعي واقول له edit drawing setting. من قائمة edit drawing setting هختار الوحدات بتاعتي بالمترز والدجري بالدرجات والامبريال تو متريك كونفرسيشن، اللي هو ايه الكونفرشن، اللي هو تحويل الوحدات. طبعا هشتغل بالتحويل العادي اللي هو 0.3048، اللي هي الوحدة العادية اللي انا شغال بيها في الفيت للمتر او المتر للفيت. الديتا من عندي ديتا ادخله، ادخل الديتا بتاعي السكيل 1 لـ1000، الكوستوم سكيل 1000، الديتا بتاعي حسب البلد اللي انا فيها وليكن ايجيبت، يبقى ندخل ايجيبت الديتون بتاعي. طبعا الديتون ده بيفيدني ان انا اربط احداثياتي باحداثيات البلد اللي انا فيها، تمام. طب ايجيبت فيها كذا احداثي، كذا ديتون ممكن نربط عليه. هربط على الديتون اللي انا بشتغل عليه، وليكن بلو بيلت بربل بيلت اللي انا عايزه 1907 و اولد ايجيبت. طبعا ده كان انديكيشن للتوضيح فقط، لكن انا هقول له نو ديتا نو بروجيكشن، تمام. الحاجه اللي انا عايز اشرحها هنا وهي خاصه بالابريفيشن، او اللي هو المسميات. يعني هنا كيرف اسباير انترسكت، خد هو السي وخد الاس وقال سي اس. طب انا عايز اغير الكلام ده، مش عايز يكتب لي سي اس على الرسم، عايز افهم انا مسمى تاني خاص بيا. طب يبقى كيرف سبايرال ممكن اقول له ايه كيرف كي في مثلا اس، يبقى ده معناه اللي كيرف سبايرال، تمام. هنسيب الكلام ده على ديفولت بتاعه، هنخش على اي حاجه تانيه وليكن مثلا بي تي، يعني كيرف تانجنت انترسكت، ممكن اخليها سي تي، تمام. يبقى كيرف تانجنت على طول. كنترول زد طبعا ايه، نرجع للخصائص بتاعتنا تاني بي تي، تمام. ايه وهكذا ممكن اعدل فيه كل الخصائص بتاعتي عشان اظبطها زي ما انا عايز. بالنسبه لي هقول له ابلاي. طيب في حاجه تانية عايز اشرحها في الدرس ده، وهي خاصه بازاي ان انا اظهر او اخفي اي عنصر من العناصر الخاصه بالالاينمنت. ببساطه هقول له كليك يمين، اقول على سيتنج برضو، هقول له بروجكت، ومن بروجكت اختار الاينمنت، واختار من الاينمنت ستايل، واقول له اكزيستنج. تفتح لي اللايرز الخاصه بالالاينمنت. طبعا شغالين في البلان، هشتغل على الديسبلاي. في كذا لمبه مطفيين، اللمبه المطفيه خاصه بالورنينج سيمبل اللي هي الاشارات التحذيريه، كيرف اكستنشن لو في امتداد للكيرف، لاين اكستنشن الار. معظم الحاجات اللي بشتغل بيها التلات حاجات الاولين اللي هو اللاين والكيرف والسبايرال، دول التلات حاجات اللي انا محتاجهم. ممكن ايه العب فيهم، يبقى وليكن السبايرال بلون والكيرف بلون تاني ودو لاين بلون تاني، واقول له ابلاي و اوكي، تمام. واتفرج على التعديل ده في الرسم. وبكده يبقى انا اتعرفت ازاي ان انا ممكن اظهر خصائص حاجه موجوده في الالاينمنت، وازاي اخفيها عن طريق امر فيزابل من قائمه ديسبلاي، من قائمه ايديت اكزيستنج و تول سبيس. وكده يبقى انا خلصت الدرس رقم 9، وهنكمل مع بعض في الحلقة الجاية إن شاء الله.